What a day is the 7th of May. We are very much delighted at Ajman University and honored to receiving you on the 7th of May to share with you your memories at your university, Ajman University. أنا الفرد الأكبر في عائلتي وكافة إخواني وخواتي خريجين جامعة عجمان. جامعة عجمان بنت الجانب التعليمي في العائلة كاملة. أنا واجهت تحديات كثيرة في بداية دراستي في الجامعة، لكن اللي ساعدني أكثر شيء مرونة الدوام أو الدراسة اللي موجودة عندنا في الجامعة. هذه ميزة مو موجودة في بعض الجامعات. أنا أم وابني كان صغير وبشتغل وكملت الحمد لله وخدت البكالوريوس وخدت الماجستير. والحين في حلم اني ناخذ الدكتوراه وان شاء الله فما في حاجه مستحيله. بفخر بصراحه لما اشوف انه خريجين جامعه عجمان من كليه الصيدليه موجودين في شركات وكلياتهم عم يشتغلوا، وخاصه حاليا السوق صاير تنافسي جدا ومو اي حدا بيقدر يلاقي وظيفه بشركات قبلي. ان شاء الله دائما شباب جامعه عجمان سباقين ولهم اولويه دائما بكل الشركات. ملجئي طبعا كان جامعة عجمان، وما شاء الله الكل ما قصر ويانا وكملنا، والحمد لله كنت خريجة بامتياز مع مرتبة الشرف. اعتقد ان جامعة عجمان كانت تاخذ اغلب الجنسيات، يعني انا اتذكر كان معنا طلاب من روسيا، من افريقيا، من دول افريقية كثيرة، اتذكر اوغندا ونيجيريا، فالجامعة كانت لي اسرة. من اكثر الشغلات اللي كنت احبها بالجامعة انها ساعدتني اني اقوي شخصيتي. أنا من الشخصيات اللي بدأت الجامعة كنت إنسانة جداً جداً خجولة، والحمد لله رب العالمين، يعني كانت بالنسبة لي سنين موفقة جداً بالجامعة. أنا درست في جامعة عجمان هندسة معمارية وأدرس الآن في هذا التخصص. I feel I belong to Ajman University. I've studied here and worked for 20 years. التحقت بالجامعة بدعم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مع مجموعة من الإماراتيات المتفوقات من إمارة عجمان. وكان هذا الدعم مستمر إلى يوم التخرج، تخرجنا من الجامعة بمتابعة حثيثة من صاحب السمو والاهتمام بمجال التعليم. بعد التخرج قررت أكمل رسالة الماجستير واستعنت بمكتبة جامعة عجمان، كانوا فعلا قدموا الدعم لي من خلال استخدام المكتبة والكتب اللي موجودة فيها، وهذا اللي ساعدني لحصول والنيل على شهادة الماجستير. I was working as a cabin crew, flying in the morning, going to Asia, coming back, having a night class in the university. Thanks to all the support I got from my doctors. أساس العلم، كيف ننشر الطموح، كيف ننشر إن الإنسان يجمع ما بين أم وموظف وطالب ويتميز بهذه الثلاثة، وأتمنى إن إحنا نكون إن شاء الله على قد المسؤولية وين ما حطيتونا.